أطباء من مستشفى أجدابيا شرق ليبيا يستعدون للتوجه إلى الخطوط الأمامية. المسعفون أغلبهم ليبيون ومصريون يكافحون منذ أسابيع لإنقاذ ثوار أصيبوا في معارك مع القوات الموالية للزعيم معمر القذافي، وقد حصلوا الآن على مساعدة إضافية من جمعية جنوب إفريقية يديرها امتياز سليمان، وتؤمن مساعدة طبية متخصصة خلال النزاعات. نحن مختصون بالإصابات، لذا طلبنا من أطبائنا تبادل خبراتهم مع الأطباء هنا، فهم بحاجة خاصة لأطباء مختصين بالإصابات. القتال أدى إلى مقتل وجرح الكثيرين، والأطباء يقولون أنه تم استهدافهم أيضا من قبل قوات النظام. نحن أهداف، ولأننا فريق طبي نحن هدف حقيقي. سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية كلها تستهدف بالغارات الجوية وقنابل السفن والدبابات التابعة للقذافي. وفرق المساعدة قلقة من تأخر وصول المساعدات التي يحتاجها الليبيون بشدة. إن كان هناك لاجئون على الحدود ومعهم أطفال وعائلة، فمن الغريب أنه لم تكن هناك أي مساعدة لهم، فالتواجد على الحدود آمن، ولا أعرف لما لم تكن هناك أي مساعدة. أما هنا في أجدابيا ورغم الخطر الذي يتهدد حياتهم، ينطلق الأطباء من جديد مصممين على إنقاذ حياة آخرين.